يعطيكم العافية يا سابع. اليوم نبلش بالوحدة الثانية بالدرس الأول اللي هي قوانين الأسس الصحيحة. قوانين بدنا ناخذ قوانين كثير بتخص الأسس. ليش صحيحة؟ لأنه الأسس حتكون أعداد صحيحة. إحنا تعلمنا إنه الأعداد الصحيحة اللي هي الواحد الاثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، هاي الصحيحة الموجبة. عندي الصحيحة السالب اللي هي سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاثة إلى ما لا نهاية، وعندي اللي هي الصفر. هسا مس أول إشي بنتعلم كيف نكتب الأعداد على الصورة الأسية. لو كان عندي معطيني اثنين ضرب اثنين ضرب اثنين، أول إشي مس إذا بتلاحظ أنا هون عندي أنا العملية عملية ضرب. أنا إيش عندي العملية؟ عملية ضرب. عندي العدد اثنين كم مرة مكرر؟ العدد اثنين مكرر مرة مرتين ثلاث أربع خمسة. إذن عملية تكرار الضرب، طلع هون عملية تكرار الضرب، أنا بقدر أعبر عنها على الصورة الأسية. إيش هي الصورة الأسية؟ الصورة الأسية مس بكون عندي رقم مرفوع لقوة. هاي القوة يا مس يا إما بنسميها هاي الاثنين أس خمسة، يا إما هاي الخمسة بنسميها أس أو قوة. طبعا هاي القوة على إيش بتدل؟ على عدد مرات التكرار. هيها كم مرة مكررة؟ خمس مرات، عشان هيك القوة دائما بتدل على عدد مرات التكرار. الاثنين هاي إيش بنسميها؟ هاي الاثنين بنسميها الأساس. هذا الأساس إيش هو الأساس؟ العدد اللي تكرر. إيش العدد أنا عندي اللي تكرر؟ اللي هي العدد اثنين. إذن الأساس بتدل على العدد الذي تكرر. معناته هاي مثل لما أشوف عندي أساس مرفوع لقوة أو أس، هاي بنسميها الصورة الأسية. بدي أعلمك هذا العدد كيف نقرأه. أكثر من طريقة، يا إما بقرأه من عند الأساس اثنين أس خمسة. اثنين إيش هي الخمسة؟ أس، فاثنين أس خمسة. أو بقرأه اثنين قوة خمسة، أو بقرأه لاثنين أس خمسة أو اثنين قوة خمسة، أو بقرأه القوة الخامسة للعدد اثنين، القوة الخامسة للعدد اثنين إذا حبيت بلش من القوة، أو بقرأه يا مس اللي هي الأس الخامس للعدد اثنين. نفس المعنى، كيف ما تحب تقرأه بزبط، بس يا مس أنا بحب دائما أبلش من الأساس، فبقرأه اثنين أس خمسة. تمام؟ هسا يا مس إذا هاي اسمها الصيغة الأسية. انتبه، هاي اسمها الصورة الأسية لما أشوف أساس مرفوع لقوة. طب لما أشوف عملية ضرب، هاي بسميها يا مس الصورة القياسية. يعني أنا بقدر أكتب من الصورة الأسية إلى القياسية، أو من الصورة القياسية إلى الأسية. معناته أي عدد بقدر أكتبه على الصورة الأسية أو على الصورة القياسية. الصورة القياسية اللي هي عملية تكرار الضرب، الصورة الأسية اللي هي بتكون يمس عندي أساس مرفوع لأس أو لقوة. خلينا نشوف مثال واحد. مثال واحد شو بحكي لي؟ صفحة بحكي لي اكتب كل مما يأتي بالصيغة الأسية. كلمة صيغة أسية يعني بدي أساس وأس، يعني بدي أحول من صيغة قياسية إلى صيغة أسية. انتبه معي، ثلاث ضرب ثلاث ضرب ثلاث ضرب، عندي ثلاث أربع مرات ضرب خمسة ضرب خمسة. أول إشي مسرح أستخدم خاصية التجميع. ليش خاصية التجميع؟ لأنه هون عندي هون عددين مختلفين، باجي بحط الثلاثات مع بعض جوا قوس. بتعرف إحنا أخذنا خصائص الضرب اللي هي التجميع والتبديلية، له خاصيتين، خاصية تجميعية يعني بقدر أحطه جوا أقواس، والخاصية التبديلية دائما جوا الأقواس حط الأشياء اللي بتشبه بعض. تمام؟ عندي هون الثلاثات بتشبه بعض، هون يا مس حط الخمسات. طيب هسا بدي أكتب على الصورة الأسية، إذا أنا استخدمت خاصية التجميعية. هسا يا مس إذا بتلاحظ إيش عندي هون العدد اللي تكرر؟ العدد ثلاثة. العدد ثلاثة بده يكون هو الأساس. تمام؟ كم مرة تكرر؟ مرة مرتين ثلاث أربعة. إذن ثلاثة أس أربعة. طيب هسا بنروح عند الخمسة. الخمسة كم مرة مكررت؟ بكتبها هي أساس، الخمسة هي الأساس. كم مرة تكررت؟ مرتين. وبننزل عملية الضرب.
إذا يمس 3 أس 4 ضرب 5 أس 2 تمام؟ أو 5 تربيع، إحنا الاثنين كنا نقرأها تربيع تمام؟ معناته يمس عندي أنا استخدمت الخاصية التجميعية بعدها كتبتها على الصورة أو الصيغة الأسية. خلينا نشوف رقم 2، معطيني A ضرب A، طبعا هو بقدر يكتب لي ضرب C ضرب A ضرب C ضرب C ضرب A ضرب A. إذا بتلاحظ أنا عندي هنا ضرب، عملية ضرب ومكتوبة على الصيغة القياسية، طالب مني على الصورة الأسية. أول إشي أنت بتعرف أنه عملية الضرب عملية تبديلية، يعني بقدر أحط الـ A جنب بعض والـ C جنب بعض. خلينا نكتب الـ A جنب بعض، A ضرب A ضرب A ضرب A اللي هي 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5. خلصنا، هسا بنفوت على السي، 1 2 3. ليه؟ لأنها عملية الضرب عملية تبديلية، إجيت حطيت اللي بيشبهوا بعض جنب بعض اللي هي الآيات، وبعديها حطيت السي جنب بعض تمام. هسا مس إذا بتلاحظ عندي هون بقدر استخدم الخاصية التجميعية اللي قبل شوي استخدمتها، يعني أول إشي رتبت الـ A جنب بعض والـ C جنب بعض اللي استخدمت الخاصية التبديلية، بعدها استخدمت الخاصية التجميعية. هسا إذا بتلاحظ هون عندي الـ A كم مرة مكررة؟ الـ A حتكون هي الأساس لأنه هي اللي مكررة. كم مرة مكررة؟ مرة مرتين ثلاث أربعة خمسة. ضرب، بنزل الضرب. الـ C كم مرة مكررة؟ ثلاث مرات. إذا هيك أنا بكون كتبتها على الصيغة الأسية، من قياسية إلى أسية. أول إشي رتبناهم جنب بعض باستخدام الخاصية التبديلية، بعدها استخدمت التجميعية، بعدها كتبتهم على الصورة الأسية. طيب خلينا نشوف أتحقق من فهمي. صفحة 43، عندي معطيني رقم 3 اللي هي بتلاحظ أنا عندي الستة وعندي الاثنين، طبعاً مرتبين هايهم الستات جنب بعض والاثنينات جنب بعض، ما بستخدم الخاصية التبديلية لأنهم هايهم مرتبين اللي بيشبهوا بعض جنب بعض. هسا مس بستخدم الخاصية التجميعية. إيش يعني تجميعية؟ يعني بدنا نحطهم جوا أقواس، الستات مع بعض والاثنينات مع بعض. إذا بتلاحظ أنا هون عندي ستة مكررة كم مرة؟ ثلاث مرات، مرة مرتين ثلاث. القوة أو الأس بدل على التكرار، ضرب 1 2 3 اللي هي الاثنين مكررة ثلاث مرات. العدد هو الأساس وعدد مرات التكرار هو القوة، معناته هيك 6 قوة 3 ضرب 2 قوة 3 أو 6 تكعيب ضرب 2 تكعيب. خلينا نشوف 4، معطيني 8 ضرب 8 ضرب 8 ضرب 7 ضرب 7، بده إياه على الصورة الأسية. إذا بتلاحظ هم مرتبين، ثمانيات جنب بعض والسبعات ضرب بعض جنب بعض تمام. هسه مس اذا بتلاحظ انا عندي ثمانية كم مره مكرره؟ اربع مرات، ضرب السبعة كم مره مكرره؟ مرتين. اذا انا كتبهم على الصوره الاسيه وما انسى اكتب الضرب بيناتهم تمام، لانهم هذول عددين مختلفين لازم احط بيناتهم ضرب تمام. طيب خلينا نشوف رقم 5 اللي هي بي ضرب بي ضرب ار ضرب B. أول إشي مثلا تلاحظ هم مش مرتبين، فباجي برتبهم بيشبهوا بعض جنب بعض، B ضرب B ضرب B ضرب B اللي هي 1 2 3 4 ضرب 1 2. بعد ما رتبتهم اللي بيشبهوا بعض جنب بعض بنحط الأقواس اللي هي الخاصية. أول إشي الخاصية التبديلية، ثاني إشي الخاصية التجميعية استخدمت. هون البي كم مرة مكررة؟ مرة مرتين ثلاث أربعة، ضرب الآر مرة مرتين. إذن بي قوة أربعة ضرب آر قوة اثنين أو آر تربيع تمام. خلينا نشوف رقم 6 اللي هي دي ضرب سي ضرب سي ضرب دي ضرب سي ضرب دي ضرب دي. أول إشي مثلا بتلاحظ هذول مش مرتبين، فأنا راح أرتبهم. بنحط الدي ضرب دي ضرب دي ضرب دي اللي هي 1 2 3 4. خلصنا من الدي، بنفوت على السي، 1 2 1
تمام؟ هسه بنستخدم بعد ما استخدمنا التبديلية بنستخدم الخاصية التجميعية. هون عندي دي كم مرة مكررة؟ دي مرة مرتين ثلاث أربعة. بننزل الضرب سي، هيك بكون أنا كتبته على الصيغة الأسية، كان معطيني إياه قياسي كتبته على الصيغة الأسية. طيب هسه لو أعطاني العكس، لو حكى لي أكتب كل مما يأتي بالصيغة القياسية، بكون معطيني إياها من صيغة أسية وبدي أحولها لصورة قياسية. إيش يعني صورة قياسية؟ يعني يا مس بدي آجي أستغني عن الأسس. كيف بدي أستغني عن الأسس؟ انتبه معي، لو كان معطيني أكتب كل مما يأتي بالصيغة القياسية، مثال اثنين صفحة. إذا أنا قبل شوي كتبت من صيغة قياسية إلى صيغة أسية، هسه بعطيني العكس. شوف يا مش شو بعمل، عندي معطيك سالب 4 من 10 قوة 2 ضرب 2. أول يا مس ما تشوف أساسات وأسس بعرف إنه هاي إيش اسمها. هاي يا مس هي عبارة عن صيغة، هاي يا مس صيغة أسية اسمها. شو طالب مني؟ طالب مني أحولها إلى صيغة قياسية. صيغة قياسية يعني يمس عملية ضرب وما في عنده قوة. باجي بروح على العدد الأول، عندي العدد الأول إيش هو؟ سالب 4 من 10. كم مرة مكرر؟ مرتين. ليش مرتين؟ لأنه أنا عندي القوة 2، معناته هاي سالب 4 بالعشرة بدي أضربها بنفسها مرتين. يعني أنا قاعد بفكها، هذا هو المقصود فيها. ولا ننسى الأقواس، ليه يمس؟ لأنه هون في سالب، لازم أكتبهم جوا أقواس عشان يعني إنه هاي سالب 4 من 10 كامل مرفوع على القوة 2، تمام؟ معناته أجيت سالب 4 من 10 كررتها مرتين، ليش مرتين؟ له القوة 2، وحطيت بيناتهم ضرب، تمام؟ لأنه هذا معناها إنه العدد مضروب في نفسه مرتين، مضروب في نفسه، هاي مرة وهي مرة، تمام؟ بنحط الضرب. هسه مس هاي الاثنين مكررة بنفسها، مضروبة بنفسها 3 مرات، ليش 3 مرات؟ لأنه القوة 3، يعني 2 ضرب 2 ضرب 2، وهيك أنا بكون يا مس كتبتهم على الصورة القياسية. خلينا نشوف رقم 2، معطيني R قوة 4 ضرب سالب B. هاي معناها إنه الـ R مكررة عن طريق الضرب 4 مرات، يعني R ضرب مرة مرتين 3 4، 1 2 3 4 لأنها عندي القوة 4. نحط ضرب، دائما نتذكر عملية في الأسس لما أجي أفكهم من صيغة قياسية إلى أسية بحط بيناتهم ضرب، والعكس يمس لما يكون هون عندي عددين بحط بيناتهم ضرب، والعكس يمس كمان راح أحط بيناتهم ضرب لما أجي أفك من صيغة أسية لصيغة قياسية، يمس راح أحط بيناتهم ضرب، لأنه أصلا تعريف الأسس يمس هي عملية تكرار الضرب، مش جمع ولا طرح ولا قسمة، هي عملية تكرار الضرب، تمام؟ هسه يمس إذا بتلاحظ هون عندي سالب ب مكررة مرتين، يعني سالب ب حطها جوا قوس. ليش بحب احطها جوا قوس؟ لانه في عندي سالب، لما يكون في عندي سالب حطه جوا قوس. هيك معناته الار مكرره 4 مرات، مره مرتين 3 4، وهون عندي السالب ب مكرره مرتين اللي هي مره مرتين. طيب خلينا نشوف اللي بعدها. اتحقق من فهمي، اتحقق من فهمي صفحه 43، معطيني رقم 3 سالب 2 صحيح وخمسة من عشرة قوة 3 ضرب. هاي معناها إنه العدد اللي تحتيها كلياته مكرر 3 مرات، صح؟ ليه؟ لأنها القوة 3، معناته سالب ضرب ضرب ضرب. عادي بس نكملها تحت، تمام؟ اللي هي عندي السالب 2 صحيح وخمسة من عشرة، هذا القوس كله، كل القوس يمس مكرر 3 مرات، هي مرة مرتين 3 بيناتهم عملية ضرب. بعدها خلصنا منها، هاي كررتها تكررت 3 مرات، بنروح على الخمسة، الخمسة كم مرة تكررت؟ مرة مرتين. وهيك بكون أنا كتبتها على الصورة القياسية. نشوف رقم 4، لي 7 قوة 4 ضرب. هاي معناها يمس إنه السبعة تكررت 4 مرات، 7 عن طريق الضرب ضرب.
هي واحدة اثنتين ثلاث أربعة، خلصنا من السبعة بنفوت على السالب واحد صحيح وخمسة من عشرة مكررة مرتين. ما أنسى الإشارة اللي هي الناقص اللي بالقوس. وهيك أنا بكون يا مس فكيتها على الصورة القياسية. خلينا نشوف اللي بعديها. اللي هي مس تساوي النون هون مكررة أربع مرات، يعني نون ضرب نون ضرب نون مرة مرتين ثلاث أربعة، لأنه القوة أربعة ضرب السي كم مرة مكررة؟ مرتين. تمام، هيك بكون يا مس أنا كررت السي مرتين والأربع والنون أربع مرات عن طريق عملية الضرب. تمام، ضرب دائما بحط بيناتهم ضرب. خلينا نشوف رقم ستة. ستة يا مس اللي هي بي تكعيب أو قوة ثلاثة ضرب دي تكعيب. هون يا مس معناها إنها البي مكررة ثلاث مرات، بي ضرب بي ضرب بي. تمام، هسه يا مس ضرب الدي كم مرة مكررة؟ ثلاث مرات، واحدة تنتين ثلاثة. إذا يا مس هون أنا فكيتها من صيغة قياسية، من صيغة عفوا أسية إلى صيغة قياسية عن طريق عملية تكرار الضرب. هسه يا مس إذا بتلاحظ اتعلمنا كيف نحول من صيغة قياسية إلى أسية ومن صيغة أسية إلى قياسية، وتعلمنا أمس إنه الأساس هو بكون العدد اللي تكرر والأس بكون هو عدد مرات التكرار. تمام، هسا أمس وتعلمنا أمس كيف نقرأه. طيب يا أمس هسا بس بدي أعطيك ملاحظة إنه يا أمس أي عدد، عدد مرفوع للقوة اثنين أنا أمس بقدر أقرأه تربيع، يعني خمسة أس اثنين أنا بقدر أقرأه خمسة أس اثنين أو خمسة قوة اثنين أو الأس الثاني للعدد خمسة أو القوة الثانية للعدد خمسة، أو باجي بدل ما أحكي اثنين باجي بحكي خمسة تربيع، هاي بقدر أقرأها تربيع، خمسة تربيع. تمام، طيب وأي عدد مرفوع للقوة ثلاث أنا هاي بقدر أقرأها تكعيب، يعني بتصير لو كانت عندي سالب خمسة قوة ثلاث بدل ما أقرأها سالب خمسة أس ثلاث أو سالب خمسة قوة ثلاث أو القوة الثالثة للعدد سالب خمسة أو الأس الثالث للعدد سالب خمسة باجي بقرأه تكعيب، اللي هي سالب خمسة تكعيب. دائما لما تكون القوة ثلاثة بتقدر تقرأها تكعيب، ولما تكون القوة اثنين بقدر أقرأها تربيع. تمام، أجت اثنين من كلمة مربع وثلاثة من كلمة مكعب. تمام، الثلاثة تكعيب من كلمة مكعب والاثنين تربيع من كلمة مربع. تمام، وهيك يا مس اليوم بنكون خلصنا الجزء الأول من قوانين الأسس الصحيحة، ويعطيكم العافية.